بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Honestly, السلام عليكم خفيف يا ورحمة الله صوفي. وبركاته. سياحة كم نوع؟ أنا عارفة سياحة تنظيفية وعلاجية كذا نوع وأسامة دي بالعربي سياحة دينية تصليحية وعلاجية وعلاجية ودينية وعلاجية وثقافية ثقافية مثلا دي مادة إيه؟ والتقاط الصور التذكيري. لا التقاط الصور التذكيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكتب عني إزاي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السياحة الترفيهية والسياحة الثقافية والسياحة الدينية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أيوة يا مستر احنا هناخد مراجعة. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. اليوم بإذن الله سنراجع معا على القواعد النحوية. في البداية معكم طبعا أستاذ مصطفى سعد. طيب في البداية نقرأ هذه الفقرة. الإسكندرية مدينة عريقة. الإسكندرية مدينة عريقة ويسافر الناس إلى الإسكندرية للاستمتاع بجوها صيفا وهي مدينة جميلة. انا عايز اسمع صوت المهم ماشي قول لهم ما يتكلمون ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت نفتح المايكات، اللي مش فاتح المايكات يفتحها، كله يفتح المايكات. حد يبعت لي على الشات ان هو سامع. ايه يا مستر سامع حضرتك. طيب سامعين حضرتك قوي يا سامعين كويس. طيب سامعين كده كلكم؟ طيب تمام. خلاص خليكم بقى معايا، خليكم معايا، هنرجع النحو كده، ركزوا معايا. طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ مع بعض الفقرة، هذه الفقرة. الإسكندرية مدينة عريقة ويسافر الناس إلى الإسكندرية للاستمتاع بجوها صيفا وهي مدينة جميلة يتمتع هؤلاء السياح بجوها المعتدل. طيب طبعا دي فقرة،
فيها كلام، ده كلام. طيب طبعا. وإحنا قلنا إن الكلام بتاعنا بينقسم لثلاث أنواع، اللي هي أقسام الكلمة، اللي هي الاسم والفعل والحرف. والحرف. طيب. لو جينا كده نعرف الاسم، إيه هو الاسم؟ الاسم يدل على كلمة غير مرتبطة بحصول شيء في زمن معين، يعني كلمة ما بتدلش على عمل، ما بتدلش على حاجة بتحصل أو هتحصل، غير الفعل، هو ده اللي هيميزها عن الفعل. زي إيه مثلا؟ زي عندي كلمة فوق كده، لو بصينا نستخرج الأسماء، عندي الإسكندرية، مدينة، عريقة، كل دي ما بتدلش على حصول شيء، دي هي اسم بس ثابت كده، ما بيدلش على حصول شيء. وعندنا برضو عندنا الناس، الاستمتاع، جوها، كل دي أسماء ما بتدلش على حصول شيء. وأيضا صيفا، هي اللي هي ضمير، جميلة، هؤلاء اللي هي اسم إشارة، كل ده ما بيدلش على حدوث شيء. يبقى إذن ده دي كلها أسماء. طيب سؤال، عندنا برضو السياح، المعتدل، كل ده في الفقرة الصغيرة السطرين دي، شوفوا طلعنا منها أسماء قد إيه. يبقى الأسماء هي لا تدل على حصول شيء في زمن معين، فقط تدل على شيء، يعني ممكن يكون اسم إنسان زي ما احنا خدنا، أو حيوان، أو نبات، أو صفة، أو أهم حاجة ما بتدلش على حصول شيء، ده الاسم. ممكن أسأل سؤال؟ طيب لو جينا كده ناخد حاجات تعرفنا الاسم أكتر، اللي هي العلامات، اللي حتى لو أنا مش فاهم معنى الكلمة هي إيه، بس من خلال العلامات دي أعرف أحدد هي اسم ولا لا. عندنا مثلا قلنا خمس علامات بالجر والتنوين والندى والواء والتاء المربوطة، دول خمس علامات نقدر نعرف فيهم الاسم. الجر يعني يجي قبليه حرف جر، عندنا هنا مثلا كلمة بجويها، الباء دي حرف جر، كلمة جويها دي قبلها باء يبقى دي اسم. كلمة للاستمتاع، كلمة الاستمتاع قبلها اللام اللي هي حرف جر تبقى دي اسم. الإسكندرية قبلها إلى يبقى دي اسم، يبقى الجر. طب التنوين، عندنا مثلا أي كلمة فيها تنوين يبقى دي اسم. عندنا مثلا صيفا، مدينة، جميلة، زي ما احنا عارفين التنوين اللي هو بالفتح أو الضم أو الكسر، أي كلمة فيها تنوين يبقى دي الكلمة دي اسم. طيب النداء، الاسم ينفع أناديه، يعني مثلا محمد ينفع أقول يا محمد، الاسم مش كل الأسماء بيجي قبلها نداء، بس لو الاسم قبليه أداة نداء، يعني أي كلمة قبليها يا تبقى الكلمة دي اسم، زي ما أي كلمة قبليها حرف جر تبقى الكلمة دي اسم. طيب ال، طبعا دي أشهر علامة وأسهل حاجة ممكن نعرف فيها الاسم، لو الكلمة فيها ال والكلمة دي اسم. طب ما فيهاش ال ونفع يدخل عليها ال، يعني مثلا لو قلنا صيفا، لو قلنا الصيف نفع ويدخل عليها الالف واللام يبقى دي اسم. مدينة، المدينة، اي كلمة فيها الف ولام او ينفع تقبل الالف واللام تبقى الكلمة دي اسم. طيب انما لو جينا قلنا مثلا ال يتمتع، ينفع اقول ال يتمتع؟ مش هينفع طبعا، يبقى الكلمه دي مش اسم. يبقى الالف واللام اسهل علامه نعرف بيها الاسم، نقدر نعرف بيها الاسم ونفرق بيها. برضو ما بتجيش في الفعل ولا بتيجي في الحرف، بتيجي في الاسم بس، فاي كلمه فيها تاء مربوطه يبقى الكلمه دي اسم. طيب مستر، بعدين لازم نوع ثاني من انواع الكلمه وهو الحرف، وهو الفعل. طيب احنا قلنا الاسم اللي هو بيدل على كل كلمه غير مرتبطه بحصول شيء في زمن معين، الفعل بقى عكس الاسم، حصول شيء في زمن معين، يعني على حاجه حصل أو بتحصل أو هتحصل. الفعل ده ممكن يكون ماضي، ممكن يكون مضارع، ممكن يكون مضارع. الماضي عندي زي مثلا أكل، سافر، استيقظ، ابتعد، كلها أفعال ماضية بتدل على شيء حصل. أكل يعني أكل وخلص، أكل. سافر، سافر خلاص، استيقظ، حضرتك سؤال بس، كلها بتدل على حاجات
حصل، يبقى دي في افعال ماضيه. المضارع، عندي المضارع اللي بيدل على يحدث، يحدث في زمن يعني دلوقتي الان، يحدث افعال التكلم. عندي مثلا زي يسال، ناكل، امشي. وطبعا انتم ملاحظين ان المضارع بيبتدي بحرف من حروف كلمه انيتو. نفتكر مع بعض انيتو اللي هي الالف او النون او الياء او التاء. المضارع بيبدا بحرف من ده. سعيد بدأ بالتاء، يسأل، نأكل بدأ بالنون. مستر في حد عنده صوت أو الألف يا مستر؟ أنا بتلخبط ما بين الصوت والفعل. على شيء يحدث الآن ويبدأ بالألف أو النون أو الياء أو التاء. طيب ثالث نوع اللي هو الأمر، هو بيدل على الطلب. مستر ممكن تقفل المايك؟ اسمع، قل، انتبهوا، انزلوا، دايما بيبقى فيه طلب. يا مستر انا لو قلنا احنا خدنا علامات للاسم نقدر نعرف بيها الاسم. يا جماعه اسكتوا يا جماعه، عايز اسمع المستر. نحدد بيها الفعل ونفرق كمان بين الفعل الماضي والمضارع والامر. طب اسكتوا يا جماعه، احنا عايزين نعرف الفعل ماضي مضارع وامر. طيب والفعل ان هو يمكن ان يلحق به يعني يجي في اخره تاء ساكنه او تاء مضمومة أو تاء مفتوحة أو تاء مكسورة. تاء ساكنة أو هنشوف دلوقتي، هناخد مثال، أو تاء مضمومة أو تاء مفتوحة أو تاء مكسورة. طيب المضارع احنا قلنا ان هو بيبدأ بإيه؟ بألف أو نون أو ياء أو تاء. طيب وكمان ينفع يجي قبليه، يعني يمكن أن يسبق به لم أو لن، لن أو لم أو السين أو لن طيب. الأمر الأمر ده طبعا زي ما قلنا بيدل على الطلب، لازم يكون بيدل على الطلب. وكمان ينفع إن هو يجي في آخره ياء. طب عايزين مثال كده فعل نطبق عليه الحاجات دي كلها. طبعا أي فعل بيبقى في منه ماضي وفي منه مضارع وفي منه أمر. يعني مثلا لو قلنا فعل مثلا ذهب، فعل ايه؟ ماضي، فعل ماضي، ذهب. ذهبي. لو هنجرب مثلا حاجات من دي، يعني التاء الساكنة، ممكن هقول ايه مثلا؟ ها؟ ذهب، ذهبت، ذهبت، ذهبتي. دي كلها علامات الفعل الماضي، من علامات ان هو بيقبل التاء الساكنة ذهبت، دي اسمها تاء التأنيث. طيب ذهبت او ذهبت او ذهبتي، دي اسمها تاء الفاعل اللي هي مضمومه او مفتوحه او مكسوره، بتيجي في الفعل الماضي. طيب لو جينا للفعل المضارع، مثال امر يا مستر اسلام يا مصر. ماشي، يبقى لازم نبدا بالف او نون او ياء او تاء. يبقى ممكن اقول اذهب، مستر لو سمحت اقفل المايك، انا مش سامع. او يذهب، مستر بعد كده ينفع بس تقفل المايك مثلا؟ ايه عشان برضه نتاكد ان هو مضارع وثقيل، نحط مثلا قبليه لن، لن اذهب، لن تذهب، لن يذهب، خلاص يا برضه، او السين او سوف. ماشي، يبقى الماضي يعني المضارع ما ينفعش يخش عليه التاء ده. يا جماعه خلاص المثل بيشرح، ما ينفعش تخش عليه التاء بتاعت الماضي اللي في الاخر دي. يعني ما ينفعش اقول مثلا ايه اذهب، اذهبت، او اذهبت. كل حاجه ليها حاجه. طيب الامر زي ما قلنا يمكن ان تلحق به ياء، دي اسمها ياء المخاطبه، اذهبي، بتبقى للمخاطبه اللي قدامي، واحده يعني قدامي انا بكلمها بامرها اذهبي. الامر بيتميز بانه ممكن الياء دي تلحق فيه. لو جينا مثلا نحطها في الماضي ينفع اقول ذهبي، مش المعنى هيتغير. فكل حاجه ليها حاجه، كل حاجه ليها علامه. طيب نيجي لاخر نوع من انواع الكلمه اللي هو الحرف. طيب الحرف احنا قلنا الاسم بيدل على كلمه، ما بتدلش على حدوث شيء، الفعل بيدل على حصول شيء. الحرف ده بقى معروف سهل جدا، ممكن نحفظه. يعني كلمات الاسماء كتيره جدا، الافعال كتيره جدا، انما الحروف محدوده. وكمان يعني لو جينا الكلمه لوحدها الحرف ذات نفسه لوحده مش هنلاقي ان ليه معنى. يبقى هو بس بيربط بين الجمل، ولي انواع طبعا محدوده ومعروفه، هناخد بعضها دلوقتي. طيب انواع الحروف
عندنا مثلا في حروف جر، حروف جر، فاكرين حروف الجر؟ من الى في عن على الباء الكاف اللام، تمام؟ دي حروف الجر. طب في عندي برضو خدنا قبل كده حروف العطف اللي هي الواو ثم والثم. طيب نلاحظ في ملاحظه مهمه جدا، حروف الجر دي احنا قلنا ان هي بتخش على الاسماء ما بتخشش على الافعال، لان من علامات الاسم الجر. فالحروف دي لو ده جه بعدها اسم، الاسم اللي بعدها بيبقى ليه اعراب ثابت لا يتغير، بيبقى اسم مجرور دايما. يعني مثلا هنقول هنا ايه، ها، تشرق الدنيا بنور الشمس، كلمه نور دخلت عليها الباء اللي هي حرف جر، فعملت يبقى اسم مجرور على الكلمه اللي هتجرها. مجرور نور دي اسم مجرور، نور اسم مجرور وعلامه جره الكسره. طبعا علامه الجر الكسره، علامه الجر الكسره يكون مفرد، يعني كلمه نور دي مفرده. طيب يبقى نخلي بالنا جدا الملاحظه دي، لانها دايما بتيجي في التدريبات وبتيجي في الامتحانات. يجيب لك مثلا كلمه يحط تحتها خط ويقول لك اعربي الكلمه دي، او اختاري من بين الاقواس الكلمه دي مثلا فاعل ولا مبتدا ولا اسم مجرور. طبعا لو جه قبلها حرف جر تبقى على طول اسم مجرور. ولو قال لي اعربي الكلمه دي ابص للي قبليها، ممكن يكون قبلها حرف جر تبقى هي اسم مجرور. نخلي بالنا. طيب لو جينا بعد كده، يعني خلاص خدنا قلنا اقسام الكلمه او انواع الكلمات اللي هي اسم وفعل وحرف، وما فيش نوع رابع على فكره. يعني اي كلمه يا اما بتكون اسم يا اما فعل يا اما حرف، وده هيسهل علينا حاجات كتيره جدا. ويا ريت تركزوا جدا في الدرس ده اللي هو اقسام الكلام الاسم والفعل والحرف، لانه مهم جدا وهنعتمد عليه كتير، هنرجع له كتير جدا. طيب نيجي بعد كده، هل الاسم ليه انه، يعني احنا دلوقتي خدنا الاسم والفعل والحرف، طب بقى للاسم نفصصه كده شويه، هنلاقي ان الاسم ده برضو، هنلاقي ان الاسم مبتدا وخبر، يعني الاسم ممكن يكون عاقل وممكن يكون غير عاقل. مستر يفكر له عقل، زي مثلا الانسان مثلا. العاقل ده برضو ليه نوعين، يعني العاقل ده ممكن يكون مستر 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 مستر، ان الاسم فيه منه مذكر وفي منه مؤنث. التقسيمات اللي احنا بناخدها دي بنسمعها في مستر زمالك زم، ده بيدل على الذكور من الناس او الحيوانات. زمايلي ده يا مستر، زمايلي ده عايزين يدخلوا علي يا مستر. لو قلت مثلا حصان ده مذكر يا جماعه ما تتكلموش، خلاص هو سمعك. لو قلت اسد ده مذكر. طيب في برضو مستر في زمايل عايزين يدخلوا، عندنا مثلا زي ولد يا عم مستر عشان عايز تدخل. نقول مجتهد ده برضو يدل على مذكر، ان صفه لمذكر مثلا. طب المؤنث بقى يدل على الاناث من الناس او الحيوان. يعني ممكن اقول مثلا فاطمه يا مستر دي مؤنث. ممكن اقول مثلا غزالة. ماشي يعني بعد اذن حضرتك دي كلها مؤنث من الناس او الحيوانات. بس احنا هنا بنتكلم عن العاقل، يبقى الحيوانات مش هتخش معانا. ما فيش مانع يعني، ممكن تسكتوا. طيب عندي مثلا بنت او صفه ليها، لو كانت صفه مجتهده زي مجتهده فاطمه، دي كلها بتدل على عاقل. طيب عند الغير عاقل بينقسم برضو لمذكر ولمؤنث. طيب احنا عشان غير العاقل نقسمه لمذكر ومؤنث، في علامه نعرف نقدر نعرف بيها هل الحاجه دي مذكر ولا مؤنث. المذكر ينفع نشير اليه بكلمه هذا، يعني مثلا عندي مثلا كلمه قلم، مش ينفع اقول هذا قلم، هذا كتاب، هذا قمر، ينفع، يبقى دي اسماء دي مذكره. قلم كتاب قمر. طيب المؤنث بقى قلم اللي هو ينفع نشير اليه بكلمه هذه، مستر، زي مثلا ايه، سياره، سماء، صوره، دي كلها اسماء ينفع نقول هذه سياره، هذه سماء، هذه صوره، وهكذا. طيب الاسم برضو ليه تقسيمات ثانيه غير ان هو عاقل وغير عاقل، لان الاسم برضو ممكن يكون مفرد، ممكن يكون مثنى،
وممكن يكون جمع. جمع. طيب الاسم المفرد بيدل على واحد أو واحدة، بيدل على حاجة واحدة سواء كان مذكر أو مؤنث، زي مثلا إيه طالب، طالب يعني طالب واحد، زي مثلا طالبة. بس طريفة بس تأخر مثلا قلم قصة وهكذا. طيب المثنى بيدل على اثنين أو اثنتين، يعني اثنين سواء كان مذكر أو اثنتين يعني أو كانوا مؤنث، أهم حاجة بيدل على اثنين. طيب بيدل إزاي على اثنين؟ نعرف إزاي المثنى؟ هنلاقي ألف ونون أو ياء ونون يكونوا بالزيادة على المذكر. مثلا عندي كلمة تدخل في حد عايز يدخل ومش عارف كده طالب يدخل. طب لو قلنا طالبان أو طالبين يبقى دي بقت إيه؟ بتدل على اثنين مثنى، يبقى بيدل على المثنى بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على المفرد. ماشي، طالبة مثلا طالبتان أو طالبتين. يا جماعة قلم قلمان، تعرف طبعا كده بنتعلم احنا نجيب المثنى، لأنه أحيانا بيقول لي سني هذه الجملة فبنسني الأسماء، يعني بنجيب المثنى بتاعها. فنسني يعني نزود ألف ونون على المفرد أو ياء ونون. قصة مثلا قصتان قصتين. طيب نيجي بقى للجمع. الجمع هو بيدل على أكثر من اثنين، يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين. طيب زي إيه مثلا طالبات؟ طالبات دي بتدل على اثنين ولا أكثر من اثنين؟ طبعا إيه أكثر من اثنين، يعني ممكن يكونوا ثلاثة أو أكثر. عندي مثلا معلمون، طبعا دي بتدل على يعني أكثر، معلمون جمع. طيب طب نيجي بقى نرجع كده لأسماء الإشارة. طبعا أسماء الإشارة دي هي زي ما قلنا قبل كده هي أسماء بتدل على معنى مشار إليه، يعني على حاجة مشار بتشير إلى أو إلى الأشخاص. طيب وليها نوعين، اللي هو للقريب، في أسماء إشارة للقريب وفي أسماء إشارة للبعيد. أسماء الإشارة للقريب عندي هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. هؤلاء طيب هذا عندي، هذا، هذه، هذان، هذان، هؤلاء. هاتان، هؤلاء. وأسماء الإشارة للبعيد عندي ذلك، أولئك، ذلك، تلك، أولئك. طيب لو جينا كده نمسك كل اسم من دول وهنتكلم يعني نفصصه بقى ونعرف هو بيدل على ايه، هنيجي كده مثلا نتناول اول حاجة اسماء الاشارة للقريب. هناخد مثلا اسم الاشارة هذا. هذا بيدل على ايه؟ بيستخدم لايه؟ للمفرد المذكر سواء كان عاقل او غير عاقل، زي هذا معلم، هذا كتاب. طيب فبيدل على المفرد المذكر سواء كان عاقل او غير عاقل. طيب عندنا هذه دي بتستخدم للمفردة المؤنثة، مفردة المؤنثة غير أو غير عاقل. هذه بتستخدم للجمع الغير العاقل سواء كان مذكر أو مؤنث. يبقى هذه لها استخدامين، للمفرد وللجمع، بس الجمع غير العاقل. طيب عندنا مثلا طبيب، شجرة، كتب، أشجار. طيب عندي هذان ده بيستخدم للإيه؟ للمثنى المذكر، زي هذان رجلان، هذان قلمان. طيب عندي هاتان بيستخدم للمثنى المؤنث سواء كان عاقل أو غير عاقل، زي هاتان سيدتان، هاتان قصتان. طيب عندي هؤلاء دي طبعا بتستخدم للجمع العاقل فقط سواء كان مذكر أو مؤنث، يعني مثلا هؤلاء معلمون، هؤلاء معلمات. فأهم حاجة بس يكون للعاقل. مستر لأسماء الإشارة مستر ذلك مستر اسكتوا جماعة اسكتوا زي مثلا إيه ذلك ولد ذلك برج
طيب تلك استخدم ليه استخدامين زي هذه، تلك عامله زي هذه، مفرد المؤنث وللجمع غير العاقل. زي ما احنا شايفين كده، مهندسه تلك، مهندسه تلك، مدينه تلك، كتب تلك، مدن. هو مستر حضرتك سامعنا ولا حاجه؟ بس وهذا ده للبعيد وهذه للقريب. بعيد بتاعهم ايه؟ طيب عندنا اولئك، اولئك عامله زي هؤلاء للجمع العاقل، سواء كان مذكر او مؤنث، زي اولئك، اطباء، اولئك تلاميذ. اظن اسماء الاشاره سهله جدا ونقدر نتعامل معاها. ممكن تبعد الجمله الاسميه الضمائر، نراجع برضو على الضمائر. الضمائر زي ما قلنا ليها ثلاث انواع، في ضمائر متكلم، في ضمائر المستر بقى ضمائر الغائب، هو، هي، هما، هم، هن. مستر اف بقى يا مستر المايكات. لو جينا كده نمسك ضمائر المتكلم هنتكلم عنها ونفصصها. هنقول اول حاجه انا، ده بيستخدم للمفرد سواء كان مذكر او مؤنث. زي مثلا انا نحن ده بقى ممكن برضو انا يجي بعديها لو هتكلم مثلا، ممكن يجي بعديها فعل، يعني انا انظم ادواتي، فانا انظم ده بيبقى الكلام للمفرد، يعني انا انظم ادواتي كده انا مفرد اللي بتكلم. نحن ده اللي ليه استخدامات كثيره جدا. الباقي بقى يعني انا المعظم نفسه، تلميذان، نحن، تلميذتان، زي مثلا نحن تلاميذ او نحن تلميذات او نحن للمذكرة. وليه برضه استخدام يعني حتى سمينا. نشوفه طماع قوي يعني بعد ما خدوا بقى الحاجات رجي اخد من انا برضه حاجة، بس ده المفرد المعظم نفسه، بياخد المفرد المعظم نفسه اللي هو بيعظم من نفسه. زي مثلا ما انا بفتخر مثلا وبقول انا، او بتكلم عن نفسي فبقول نحن معلم مدرسة الطلائع، كنوع من الفخر والاعتزاز. مستر حضرتك سمعنا، او المعظم لنفسي. مستر جميل جدا يا مستر. طب نيجي بقى للضمائر. طب برضو هنفصصها حتة حتة. عندي مثلا اول حاجه انت، يا مستر حضرتك سمعنا، مذكر حبايبي المايكات، انت فاهم حاجه اكتبها في الشات. مثلا انت تعمل بجد، اكتب في الشات يا جماعه. يا مستر حضرتك سمعنا، يا اولاد اسكتوا لو سمحتوا. طبعا مذكر او مؤنث، انتما بتاخد الاثنين، مثنى مذكر او مؤنث. زي ما اقول مثلا ايه، انتما مجتهدان، او انتما تعملان بجد. طيب انتم بقى دي للجمع، بس الجمع المذكر. وطبعا هنا مش هنقول عاقل او ولا غير عاقل، لان هنا المخاطب لازم يكون عاقل. طيب عندي مثلا انتم للجمع المذكر، زي مثلا انتم تكتبون، مثلا انتم تنجحون. لو انا بخاطب يعني انتم لاعبون، يعني ممكن اجي قبلها بعدها فعل عادي برضو. طيب لو قلت انتن، انتن دي للجمع المؤنث بقى، انتم للجمع المذكر، انتم للجمع المؤنث. المؤنث زي ما اقول مستر سمعنا، مستر مهذبات، او انتم مش سمعنا، هو تنجحنا دائما. طيب دي ضمائر المخاطب. نيجي لضمائر مستر، طب ممكن تقرا على ضمائر الغائب؟ ناخد كده حاجه حاجه. هو اول حاجه ناخد هو، هو المفرد المذكر. يا جماعه اسكتوا يا جماعه، زي انت كده في ضمائر المخاطب، هو للمفرد المذكر، وزي انا المتكلم يبقى هو للمفرد المذكر. زي ما اقول مثلا هو مهندس، او هو يلعب. يا جماعه ممكن تقفلوا المايكات، عايزين نسمع. هي مهندسه، هي، ايوه عايزين نسمع. هما طبعا عامله زي انتما للمثنى مذكر ومؤنث. جماعه مستر المفتاح المايكات بقى مش سامعنا. هما مهندستان، او هما يلعبان، او هما تلعبان. طيب هم بقى للجمع، للجمع المذكر. سكنوا، زي هم مهندسون، هم يذاكرون. هن للجمع المؤنث، زي هن مهندسات، او هن يذاكرن. طيب
طب نيجي بقى للجملة. احنا كده اتكلمنا بما فيه الكفاية عن الكلمة، واتكلمنا عن الاسم، واتكلمنا عن الفعل، واتكلمنا عن الحرف. ناخد بقى حاجة اكبر شوية. الجملة بتتكون من اجتماع كلمتين او اكثر، يعني اقل حاجة في الجملة تكون من كلمتين. زي مثلا انت مجتهد، دي كده جملة مفيدة. فيبقى الجملة بتتكون من كلمتين أو أكثر. حتى احنا بنستعمل كلمة الجملة دي لما بنجيب حاجات على بعضها، فهي الجملة معناها كذا كلمة على بعضهم. طيب طبعا فضل لنا كده 10 دقايق، ياريت نركز برضو فيهم. طيب عايزين نخلص الماس. الجملة بتنقسم لنوعين، في عندي جمل اسمية وفي عندي جمل فعلية. الجمل الاسمية من اسمها يعني بتبدأ، الجمل الفعلية برضو من فعلها يعني بتبدأ بفعل. طيب الجملة الاسمية اللي هي بتبدأ باسم دي بتتكون من حاجتين اساسيتين اللي هم مبتدأ وخبر. طيب زي مثلا السماء صافية، دي جملة، دي كده جملة اسمية. هو اللي بيحاول يسمع يطلب شبنا نعوز السماء صافية. يا جماعة اسكتوا، معنى مكتمل. هو انت جاي تفهموا انا جاي تهزر. السماء صافية فدي جملة مفيدة واولها اسم اللي هو السماء الف ولام، يبقى دي خلاص اسم. بس لو سمحت اقفل المايكات اسمه مبتدا. وصافيه طبعا هتبقى ايه؟ خبر. انا مش عارفه كاننا ما بنتكلمش. لو جينا كده مثلا كلمه السماء هنقول هنعربها ازاي؟ لو قلنا المايكات كاننا مستر قافل علينا، يبقى هنقول عليها مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه، وصافيه هتبقى خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. ننطقها كده، السماء صافية. لو جينا بعد كده ناخد جملة تاني مثلا، مدينة القاهرة، بس جملة أكبر شوية، مدينة القاهرة عظيمة. هنا الجملة دي من 3 كلمات وأولها اسم، وهذه خلاص جملة اسمية. كلمة مدينة هي المبتدأ، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. فين هنا الخبر؟ هل هنا الخبر ينفع يكون كلمة القاهرة؟ لا، أقل ما ينفعش، لأنه لو مدينة القاهرة عظيمة كده أنا ما أخبرتش عنها، ودايما المبتدأ ده هو اللي بنخبر عنه، يعني لازم نقول حاجة مفيدة عنه. فأنا لو قلت مدينة القاهرة وسكت لسه في حاجة ناقصة، حتى اللي قدامي هيقول لي مالها، أنا أحس إن الكلام ناقص. عظيمة هنا هي الخبر لأن هي اللي كملت، وهي اللي أخبرت عن المبتدا اللي هو كلمه مدينه. فمدي عظيمه هنا هتبقى مرفوع، خبر مرفوع علامه رفعه الضمه، زي ما احنا شايفين المبتدا والخبر دايما بيكونوا مرفوعين وعلامه رفعهم الضمه، بشرط ان هم يكونوا اسماء مفرده. يعني كلمه مدينه وكلمه عظيمه كل دي اسماء مفرده فتبقى مرفوعه بالضمه. الناس اللي سامعنا ممكن تسكتوا. لو قلت لكم مثلا هذا معلم، دي جمله اسميه ولا مش اسميه؟ طبعا جمله اسميه لان هذا اسم اشاره. انت معلم اشاره، يبقى ده ايه؟ جمله اسميه. طيب لو قلت مثلا هو طالب، برضو دي جملة اسمية لأن أولها هو، وهو ده ضمير، والضمائر طبعا من الأسماء، الضمائر وأسماء الإشارة، يعني الأسماء الإشارة دي خلاص من الأسماء لأن أولها بقول أسماء الإشارة. طب الضمائر، الضمائر من الأسماء. طيب يبقى هو طالب، دي برضو جملة اسمية. طب لو جينا كده نروح بقى للجملة الفعلية، قلنا اللي هي بتبدأ بفعل وبتتكون من فعل وفاعل. وفعل. طبعا في حد يقول لي طب ما مستر في مفعول، اقول لك لا، المفعول ممكن يجي في الجمله الفعليه وممكن ما يجيش. مثال يعني مثلا استيقظ الولد، استيقظ يعني صحي من النوم، استيقظ ده فعل والولد هو الفاعل لان هو اللي استيقظ. يبقى اهم حاجه في الجمله الفعليه اللي الحاجات اللي لازم تكون موجوده الفعل والفاعل. وهنا استيقظ الولد دي جمله فعليه، اولها استيقظ فعل والولد فاعل لانه هو اللي استيقظ، الفاعل هو الذي يقوم بالفعل. يعني لو قلت كده من استيقظ الولد، يبقى الولد ده هو الفاعل، واستيقظ طبعا فعل ماض زي ما احنا عارفين. طيب من عازب يبقى استيقظ فعل ماض والولد فاعل. طبعا الفاعل بيبقى دايما مرفوع زي المبتدا والخبر مرفوعين كده، وبيبقى مرفوع بالضمه برضو لما بيكون اسم مفرد. يعني الولد ده ايه اللي بعده؟ مش فعل مرفوع علامه رفعه الضمه. استيقظ الولد. طيب جمله ثانيه، بس الجمله دي بقى فيها حاجه جديده، يذاكر التلميذ الدرس. اسكتوا 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 اسكتوا، ما فيش دعوه
لو جينا كده نحللها، يذاكر ده فعل مضارع، فعل مضارع يويا اهو يذاكر. طيب التلميذ هتقولي لي طبعا فاعل لان هو اللي بيذاكر، هو فاعل، وطبعا فاعل مرفوع علامة رفع الضمه. طيب الدرس، الدرس هنا هو المفعول، يبقى الجمله دي جه فيها مفعول، هي الحاجه اللي حصل فيها الفعل، يعني الفعل حصل من شخص يبقى هو ده الفاعل. اللي حصلت فيه المذاكرة دي اللي هي الفعل ده حصل في ايه؟ في الدرس. منصوب على متنصب الفتح. ولو عايزين نعرف الفاعل والمفعول نسأل، يعني نقول من للفاعل، من يذاكر؟ أسلم يجب ماذا يذاكر؟ يبقى ماذا هتديني المفعول، يبقى يذاكر الدرس، يبقى الدرس هي المفعول بي. طيب نسأل بمن والمفعول بماذا؟ طيب طب هنيجي لو اديتكم مثلا جمله زي دي، ذاكر الدرس، دي جمله ايه؟ طبعا هتقولوا لي ذاكر ده فعل امر، يبقى الجمله دي على طول فعليه. لكم تمام التمام. طيب بس هنا فين الفاعل؟ نعرف نجيب الفاعل هنا، ذاكر الدرس. طبعا ذاكر ده موجه لمخاطب، يعني انت، يعني مقصود بها انت، يبقى الفاعل هنا مش ظاهر في الجمله، هو بس مستتر، يعني مش باين. يبقى الفاعل ضمير مستتر، بنقول عليه ضمير مستتر، تقديره أنت، تقديره أنت. طيب والدرس طبعا هيبقى مفعول به. نيجي بعد كده نشوف، نعرف مثلا الجمل دي نماذج إعرابية. الولد نشيط، طبعا دي جملة اسمية، أول ما بص كده أحدد، لازم أحدد نوع الجملة. الولد يبقى دي على طول جملة اسمية لأن بدأ باسم، والولد ده اللي بدأ بي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. طب نشيط ولا خبر، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب تذاكر فاطمة الدرس، طبعا أم البيت فعل، بدأت الجملة فعلية، وتذاكر هنا هحدد نوع الفعل، فعل مضارع. طيب فاطمة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والدرس طبعا هو اللي تذاكر، يبقى مفعول به. ذهب التلميذ إلى المدرسة، ذهب ده جملة فعلية فعل ماض، والتلميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة إلى حرف جر، وطبعا اتفقنا ان الاسم اللي بيجي بعد حرف جر يبقى اسم مجرور وعلامة جره. لو جينا بقى، يعني انا شايف ان الوقت كده خلاص، ما فاضلش الا دقيقة واحدة، هشوف كده الشات بتاعكم تقولوا لي ايه رأيكم، فهمتوا ولا في حاجة متوقعة عشان اعرفها ان شاء الله؟ قولي على الشات بسرعة. انا عايز اسمع، ممكن حضرتك تقفل المايكات. مش احنا خلصنا، فيا ريت تمام، اللي فاهم يعمل لي علامه صح، واللي مش فاهم يقول لي ايه الحاجه اللي ما فهمهاش اللي جايه ان شاء الله. طب جميل، ممتازين، ماشي يا مصطفى، شكرا يا مصطفى، كلنا فاهمين يا مستر. شكرا يا نور، اخلص بقى يا لمار، تمام مستر، كلنا فاهمين، معلش ان شاء الله شيماء باذن الله هشرح اكتر ويبقى في الصوت شغال معانا اسمعكم احسن. معلش معلش، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. جميل، كويس يا جنى، كويس. ريناد الفعل ماشي ان شاء الله يتعاد باذن الله، ماشي جزاء. احنا عندنا بكره اذا كنا الله خيرا، وان شاء الله عندنا بعض المره اللي جايه خلصت بقى، انا نروح بعد الزمن. معلش نادر، ماشي طب الحمد لله، اظن يعني استنى هقفل عشان ابقى مش سلام. طيب استودعكم الله الذي لا تضيع ولا يضيع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اصلا مستر في دروس، هو احنا هناخد يعني دروس القراءه الاخيره حبيبتي. المستر طلع، انت بتكلمي مين يا مستر؟ هو ده مستر اخر درس هناخده امتى؟ القرية المفتر. هو اهو موجود عندي. طيب مع السلامة، انا مشغل المايك. ايه طيب اقفل بقى واطلع على كده. طب السلام عليكم.
يا جدع. انا اقفل اروح افطر بقى. يلا يلا تنور. يبقى كده بقى. أسير هو أنت في هدف من الأساس من ده كان الله يدعان الله.